بسم الله، السلام عليكم شباب. شباب، هذه المحاضرة اللي هي محاضرة رقم 12 هي أمثلة لموضوع الهوريزونتال كيرف. طبعا هذه بس راح أوضح لكم على كل مثال عن أي موضوع، وحتى تستفادون من هذه المحاضرة أتمنى أن تأخذون الأمثلة أو الأسئلة وتحاولون تحلوها بدون أن تشوفون الحل، وبعد أن تحلون تقارنون الحل مالتكم ويا الحل الموجود، وتشوف انت من المحاضرات ومن القوانين اللي عندك شنو الاشياء اللي تحتاجها حتى تقدر تحل السؤال. واذا ما عرفت تحله فمن راح تشوف الحل وانت محاول ان تحل السؤال راح يصير فهمه اسهل بالنسبة لك، ويا كلها مواضيع ان شاء الله تطبيق مباشر ومو صعبة. المثال الاول if the distance between front axle and rear axle is 50 meter, determine the total width that is required for the circular curve having 60 meter radius and pavement width of 6.7 meter. هذا المثال بالنسبة إلى موضوع الوايدنينج، شلون تحسب الوايدنينج المطلوب. حاول أنه تحل تطبيق مباشر على القانون اللي حكينا عليه بموضوع الوايدنينج. وبالنسبة للمثال الثاني find the minimum distance اللي هي HSO. بالنسبة لل راح يعطيك هنا العرض مالت اللين يعني، وراح يعطيك الراديوس وراح يعطيك سايد ديستانس وراح يعطيك الكيرف لينث، وراح تسوي مقارنة بين السايد ديستانس. ما راح احكي لكم عن الحل، حاول انه تحله بنفسك. المثال الثالث اللي هو عن حساب طول ال determine the external on tangent distance يعني الاي والتي for the circular curve provided with transition curve if the length of spiral is 120 meter and degree of curvature 6 degree or 20 meter and deflection angle 40 degree and 20 minutes. هذا موضوع الدرجات والدقائق والثواني، ايضا تعلموا شلون نسوي بالحاسبة يفيدكم. هذا هنا حساب طول المسافة الخارجية الاكسترنال، حساب التانجنت للمنحني الدائري البسيط بتوفر هذه المعطيات، وعندك طول السبايرات ايضا حاول ان تحله وهذا الحل مالته موجود عندك. المثال هذه القوانين هذه راح تحتاجها، طبعا موجودة بالمحاضرات السابقة، اذا مو هذه القوانين مهمة حتى تحل هذا السؤال. المثال اللي بعده هو لحساب طول السيركولار كيرف ذات بروفايدد وذ تو ترانزيشن كيرفز اوف ذا فولوينج، يعني منطيك هاي المعطيات، منطيك هذه المعطيات، السرعة 130 كيلومتر ودرجة التقوس 10 والديفلكشن انجل 120 درجة، ويريد من عندك حساب طول السيركولار كيرف. المثال الآخر اللي هو يخص موضوع السوبر إليفيشن، تطبيق مباشر على موضوع السوبر إليفيشن. المثال اللي بعده أيضا على موضوع السوبر إليفيشن، وهذا أيضا يخص موضوع السوبر إليفيشن. هذه الأمثلة تساعدكم هواية على فهم المحاضرات اللي فاتت، وأيضا على نمط الأسئلة اللي إن شاء الله يجي بالامتحان. أعتقد هذا هو بالنسبة لهذا الموضوع. الأمثلة محاضرة إن شاء الله تكون مفيدة وما بها أي صعوبة أو أي تعقيد، ومثل ما متفقين دائما أي سؤال أو أي هاي إن شاء الله ما نقصر معكم. شكرا جزيلا.